قال لي يا ولي الامر قال لي شنو كتقول عليا انا قلت له انت كثر عدو الله انت طاغوت فاش دخلوا صافي واحد جبد الفردي قال لي تحرجت انت لي فيك صافي مديت له ميدين مينو الباندو فرا قال لي ما عمرك ذبحتي شي واحد بها قلت له مالي بنت لك انا تنذبح الناس المهم بقيت نتغنى معاك الراديو اللي كان هز بوز الخيل جاي انتما شافوا الاخر تشي رجعوا هربوا كلشي هرب لا هز الراديو الاخر عطا بالسبقه انا بقيت غير نشوف انا ما كنتش غنوصل للراديو ولا ندير في الاخر لان انا عطيتهم الاكراف ديالي صافي تعرفت انا حصلت ف ملي وقعت هكا الامور يعني هو هرب انا شنو وما تبعوه انا شنو درت قلت انا نهز الموطور ديالي نمشي للدار نمشي عند الاخ ديالي نقول له خويا شنو وقع شنو يعني شنو وقع المشكل اللي وقع خويا كبر مني وداكشي يعني معروف عند البوليس ومعروف عند كلشي يقدر يرونجي المشكل انا كان عندي داكشي ديال تغيير المنكر يعني راه كنقول عادي وهادي وهادي ما كانش عندي واحد الفكره ديال ان تدي راديو نجيب سلاح تيري طرطاق تقنبل لا كان عندنا ديال انني تيسب الله متعجبنيش الحال تيسب الدين متعجبنيش الحال لي هذا تخرج هاد المواجهات هكا وكنت ديما تنزعمهم يعني شبه مغيب فكريا نعم يعني كنت شبه مغيب فكريا نعم كنت يعني كما تنقولوا عاجبني داك الفكر مخدر ايوا مخدر غادي بحال السكران ديما مقرقب وانا ما مقرقبش هرب هو مشيت انا جيت الدار كنقلب على الاخ ديالي مشيت عند الاخ ديالي كنلقى البوليس عاوتاني جات قوه اخرى داخلين على خويا الدار داينو قلت للدراري ما بغيتش انا نبان من بعيد قلت لهم علاش شنو انا واقفين قال لي راه لقاو عند المجاهدي مصطفى لقاو عنده صواريخ القسام هكا لقاو عنده اسلحه ومتفجرات وهادي قلت لهم خويا قال لي قلت لهم خويا ما عندوش هادشي بالعكس كان ضد الفكر ديالي انا ملي كنت كندير شي حاجه كان يغوت عليا هادشي كدير راه لا يجوز ما تضربش الناس ما تديرش الناس ما تفعلش الناس الاخ ديالي لكن علاش هو كان كيدير هادشي يعني بغا يقربني بلا بيا علاش لي ما يعطينيش هاد الصوارخ وهادشي هذا انا رانيتي هكا صافي وليت شت الامور هذا صافي هزيت الموتور مع واحد بنادم كان معايا مشيت رجعت حدا الدار ديالي وجلست حطيت الدار الوالده حطيت الموتور وجلست حدا الدار يعني انا ما جانيش داكشي شي حاجه وما هادشي كله دايروا عليا انايا داو خويا عليا وانا ما عارفش انا لو كان دوزت القاد مسوده مطوقه كامله فاس مطوق ماشي لهم راديو انا راني داز حنا نجيو البوليس ما عرفتش هاد القوه هادي كامله وانا دايز عادي في وسطهم هما تا يقلبوا عليا وانا دايز في وسطهم وجد ما عارفينيش انايا من بعد انني فاش بقيت واقف حتى تمن دايز جا معاهم داك الضابط الاول اللي انا هو اللي عاقل عليا اللي معاهم وجاي داك الشيء واحد القوه هائله ديال الامن فانا جالس تاتي وقفوا نزل عندي الضابط وقال لي راه معاك مجاهدي هكا وما دير حتى شي حاجه جيت انا كنت لابس الدراهيه هزيتها هكا قلت له عندك شي ركابي تبع لينا انت ولا داك الشيء اللي كاين كنعطي هاد التكريات سبق بقيت نسبق وما تابعيني بالعصي هذوك الاخر قبل تشفار الناس كيعرفوني تما تنتم دايز كتبك شي هو الا ما شفار شكون كنت اللي تابعين هادو شفار الناس ما بغاتش تسوق ليهم شفار دازت بات لي واحد الباب كنطردقها حدا الدار ديالنا من الفوق طردقتها دخلت فدخلت لقيت بنت تما كاينات ديك البنت خافت قلت لها اختي ما تخافي ما والو انا يا راني غير هارب من البوليس دوز البوليس ونخرج يعني الامر عندي عادي غير البوليس مشيت طلعت بقيت زعما يعني بغيت نطلع على شنو السطح ونقص من السطح للسطح ونخربقهم تما بالجري وداكشي كنت خفيف بزاف فخرجت لي عاوتاني واحد المراه كبيره الام ديالها ما خلاتنيش ندوز كانت ملاحظه داكشي مسترج من الجري كانت قالت لي ما تدوش انت راه كنعرفك من الحاجه فلانه تاع ديال باك وشكون ولدي باقي كتهضر معايا البوليس ما شكون اللي قال لهم راه دخلت تما كاين حتى تسمعوا قالوا شي واحد راه دخلت تما كاين ناس طرقوا الباب دخلوا فاش دخلوا صافي واحد جبد الفردي قال لي تحرجت انت لي فيك صافي مديت له ميدين مينو الباندو ترى الراجل كان الفيديو تقول له ماشي لا راديو ولا فيديو انا ما عارفش المهم ضرب على راسي تفرشي خداوني الكوميساريه ديال بنزودا تحاموا فيا كلهم كلشي كيهضر كلشي اش نقول لك شحال من واحد انا باش غنعقل بالبوندو تفرجيت انا كيجيني هنا ويجيني هنا
صافي ولا غير تنسب وحسبي الله ونعم الوكيل والدايرين يا الطواغيت يا الكفار يا المجرمين يا اعداء الله. علاش عندك واحد الفكر راك انت اللي على الحق هذو كلهم على الباطل هذو كلهم عندك غير طواغيت كفار. انت عندك فكر ديال ان انت صافي راه الجنه مقابل بينك وبينها غير شبل صافي كتبان لك الجنه فوقاش غير فوقاش تموت باش تمشي للجنه وما عارفينش فين غنمشيو شكوى الله الله كتقول تقول له ردوني عاوتاني للدار دخلوا للدار في التشوال غادي واحد الشفره عندي في الدار قال لي هادي اش كدير بها قلت له هادي اش غندير بها قلت له هادي كنذبحوا بها العيد قال لي ما عمرك ذبحتي شي واحد بها قلت له مالي بنت لك انا تنذبح الناس. المهم بقيت نتغنى مع الكبوني في لاندروفيل داوني لولاية أم الفاس إيوا في ولاية أم الفاس هي كاين الخيرات ديال العذاب وديال التكرفيس يا سلام داوني لتما كينات هبطوني لاكاب بالباندا وبالمينوط بقيت في لاكاب جالسين في واحد العيفلة باردة. المهم جا بقيت مولي مدة مارت شحال تما كينات تا دات داك 8 ونص الليل هكا 10 جاو طلعوني الفوق حقو معايا في الراديو بدا الضرب ضرب على راسي هنا هادي 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 ما قلت والو. من بعد جا ولي الامن السيد ولي الامن القابطين خويا تما كاينات عندهم كان عندهم دخلوني للبيرو ديال ولي الامن هكا قال لي تفضل حيدوا له داك الباندا حيدوا له داك المينور تفضل السي مجاهدي هادي هادي قال لي دابا نتايا داير الراديو للناس البوليس يعني كيف العقل انك غتدي هذا الراديو وتخرج على هاد الموظفين من الخدمة ديالهم وعندهم وليدات وعندهم وعندهم وعندهم. هو يقول لخويا هضر مع الاخ ديالك الا بدا يعني الا هاد الراديو اللي دي وريه لنا في الراه ولا ونطلقوه ونطلقوه وقسم لي بالله ولي الامن قال لي والله حتى نطلقك قال لي بغينا غير الراديو الناس ما تخرجش عليهم انت ربحتنا عليك لقيناك ود عائلة عائلتك طيبة محافظة مزيانين هادي هادي هادي. قلت له انا ماشي تراديون اخويا يلا هضر معايا قال لي نعم الشيطان اخويا عبد العالي حاولت ترد الراديو وهذه وهذه مالي وشنو وتخرج على هاد الناس وشنو وشنو هضرت خويا قلت له وليتي كتعاون الطواغيت هادو كفار وهضرت خويا حتى هو قصحت معاه واحد الهضره يسمح لي منه وولي الامن حتى هو الله يسمح لنا منه واخا عطاني حتى هو العصا ولكن ماشي مشكل نستاهل لان الفكر خص ضروري داك مرض خص الدواء ديالو هو العصا بطل بطل قال لي ولي الامن قال لي شنو كتقول عليا انا قلت له انت كافر عدو الله انت طاغوت قلت له شرع الله شي كيقولوا الله هادشي اللي عرفنا وهاد انت طاغوت كافر عدو الله قلت له شرع الله شي كيقولوا الله هادشي اللي عرفنا وهاد انت طاغوت كافر عدو الله قال لي انا كافر عدو الله قلت له انت كافر عدو الله ليش ما جاي قلت له والله اللي قال القران ليش ما قال الله قلت له قال من لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الكافرون بقى تيشوف ما قام يقول لي قال له ديو هذا عليا من هنا هكا ديوه شنو غايقول صافي داوني عاوتاني الميلوط جابوا لي واحد شويه واحد شي اخ قالوا لي غتقول هذا ونطلقوك جيت انا شدك ماشي هو اللي كان معايا اللي كان معايا واحد اخر قلت لهم ماشي هذا طلع لهم الدم بقى فيهم الحال صافي غير جاو قالوا الاخ ديالي سير بحالاتك صافي انت غتلقاو خويا داوني انا لواحد البلاصه تقريبا شي ساعه ونص بوحدي تيجالس تما كانت بالمينوط الباندا عاوتاني كيجيو لي ما عرفت شحال ديال الخيرات ديال الرجال داوني دخلوني طلعوني للفوق كاع دخلوني لواحد البيت جابو المهم طابورين نعسوني فوق طابوري بالعرق قد هكا وطويل نعسوني على ظهري فين ضربوا لي المحيط ولا ردوا لي من تحت هكا كارطون على كرشي هكا تاع رجلي لتحت طوالات طوالات اصلا من الباندا واحد الساعات قال لي منين تبغي تقول الحق دير برجليك ها دير برجليك هكا وي قلت له صافي منين بغي يقول الحق دير برجلي هكا لا حول ولا قوة الا بالله صافي من بعد ما تفاجئوا ما عرفت شنو غندير وشنو غيديروا ليا ما عرف والو انا غير نقول الحق وصافي واخا برقولي على راسي تما في داك البانيو ما عرفتش بانيو ديال ما خانز وتيقولوا شي شفايك على راسي وشادين لي هكا المهم قفلوني خلقوني المره الاولى بعد باش خلقوني بقيت انا تزيرت قلت غنقول الحق درت بقيت ندير برجلي هكا نيوت صافي شديت عطيني السفل ديالي قلت لهم والله ما عارف شي حاجه على انه هذا كيتريق علينا ردمو ردوا بقاو السبان وحضرت عاوتاني انت تنتخنق عام بغي نقول الحق عاوتاني ما تنقولش
الثالثة ولا تقريبا ثلاثة د المرات الثالثة شدوني مزيان طولوا عليا صافي بقيت تما تخلقت مزيان حتى بقيت كنشهد انا من هكا تندير بصبعي ديك صافي تزيرت بقيت تزير هكا حسات قال له سمعت ما تكون قال له صافي طلق هكا وطلع لي حتى يطلق هكذا كنرد داكشي اللي في كرشي داك الجلد كيخرج ديال داك كنتقيه كلشي وبديت كنسبهم تقيت هكا بقيت عليهم يا الدايرين يا الفالين يا التركي كنعرفكم رجال قتلوني كنعرفكم قال لهم ما تكون قال لهم صافي حبسوا داوني بلاصه اخرى عاوتاني بقيت المهم خلاوت واحد شويه من بعد داوني عاوتاني بلاصه اخرى خلاوني وجلست بوحدي في البيرو عندهم واحد الساعات عاوتاني نتجمع وهي هذيك فاش غايجي هذاك البوليسي ذاك البيرو اللي فايت غيرت فيه المنكر في الطريق ديال المكناس مع مراتو حتى تيجي تقول لهم المهم هذا هو هذا حيدوا الباندا حيدوا الباندا شفت قال لي عقلتي عليا بعد الاول قال لي عقلتي عليا قلت له عقلت عليا قال لي انا اللي في الطريق مكناس شنو انت حصلتي عليا انا نوريهم لك مرحبا دابا بين يديك انت في موطن قوة انا غير في موطن ضعف دير اللي يعجبك كنت انا بين يديك انا ما غنزكلكش صافي هكا ف بداو تيفرشخو فيا تما عاوتاني يجي واحد عاوتاني هذا واحد فايت تغنيت معاه في مولاي عقو سب الله بوليتي كان سكران تما سب الله وخرجت له ما خليت له شي ماكينات وهرب بحالاته قال له هو هذا اللي قلت لكم في مولاي عقو حتى هو دار عاوتاني صرا يديه يعني كنا في واحد المستوى خطير جدا مستوى يعني انك كتفكر غير في العنف المستوى كتفكر غير في القتل حتى عائلتك حتى ولادك حتى خوتك حتى كل شيء ممكن تكون ضدهم ممكن ما تحاملش معهم لانك يولي عندك واحد الفكر واحد المرض اللي كتفكر انك دائما خصك تهضر بعنف دائما خصك ضرب دائما خصك المهم داكشي عجيب في الامر ديالو داكشي غريب ان باش توصل لذاك المستوى دائما يعني كتفكر غير في الموت الناس كتفكر في المستقبل الناس كتفكر في شي حاجه زوينه انت كتفكر في الزوينه ديالك هي الموت علاش تقول باش نفوز بالجنه يعني كتقول كيجيب لك بالك راه كيسير للجنه هو القتال ما كاينش شي واحد اللي يدخل الجنه بغير المقاتل يعني الطاوله اول ما تحفظ معاهم تقول لك بدا تحفظ القران كيعطيك سوره التوبه وسوره الانفال هادو خصك تحفظهم البراء ديال الولاء والبراء فهمتي يعني هادو هما المسائل اللي كنا غاديين فيها وداك الامور كتطور حتى انا هي ديك فاش تعتقلت قبل الاعتقال شنو كان الهدف ديال عبد العالي المجالي لما حمل هذا الفكر هذا شنو الطموح واش تغيير منكر فقط في المغرب او كاين طموح لا كان عندي طموح هو انني كنت باغي نمشي لافغانستان وكانوا ناس باغيين يسيفطوني لافغانستان كانوا عندهم الاخر اصلا كانت داك الساعات الدوله كتخلي الشباب يمشيو لافغانستان وكانت امر عادي اننا باش نمشيو لافغانستان بالعكس هما كيساعدوا فهمتي لان كما تنقولوا كانوا كيعاونوا الامريكا ضد السوفيات يعني داك الساعات كانت السوفيات تما كانت يعني كان أسامة بن لادن يالله تما قائد